صحتك أفضل مع يماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استيقظ سعيد البسة الساعة 6 صباحا بعد أن ردنا المنبه المصنوع في اليابان. وبينما كان البراد المصنوع في الصين يغلي، كان سعيد البس يحلق دقنه بمكينة حلاقة مصنوعة في هونغ كونغ، ثم ارتدى ثوبها الأغبر المصنوع في سريلانكا، وسروالها الأثري المصنوع في سنغافورة، ولبس حذاءه الشيكي المصنوع في التشيك، ودهن وجهه بدهن مصنوع في بلغاريا، ثم تعطر بعطر مصنوع في إيطاليا. وفي هذه الأثناء كانت زوجته تفقش بيضتين على طاوة مصنوعة في الهند، ثم وضعت الطاوة على فرن مصنوع في باكستان، وقلبت البيض بملعقة مصنوعة في هندوراس. وقبل أن يركب سيارتها المصنوعة في ألمانيا والتي تعمل على الغاز المستورد من السعودية، اتصل به عبد فشفشي فرد من تلفونها المصنوع في فنلندا، فإذا به حسن صابوني يسأله الساعة كم نلتقي، فنظر في ساعتها المصنوعة في تايوان وأجاب 7:30 مساء. وفي سوق الملح جلس سعيد البس في دكانه يحسب أشله وش عليه، وهو ممسك بآلة حاسبه مصنوعة في المكسيك، ثم شغل الراديو المصنوع في الصين. حينها شعر بالعطش فخرج واشترى علبة زنجبيل مصنوعة في النمسا، وبعد أن شفطها تفاجأ بشاب يعرض عليه جهاز كمبيوتر مصنوع في ماليزيا. بعد ذلك شغل سعيد البس تلفزيونه المصنوع في أندونيسيا، فوجد إعلانا عن كاميرا جديدة مصنوعة في بلجيكا، وفجأة وبلا مقدمات اكتشف أنه مصاب بالزكاء، فخرج واشترى منديلا مصنوع في سوريا. وفي الطريق وجد بائع فواكه، فتذكر أن زوجته الواحم طلبت منه عنبرود، فاقترب من بائع الفاكهة واشترى منها 0.5 كيلو عنبرود أمريكي و0.5 كيلو عنبرود أفريقي. وفي سوق الحمير العرج تفاجأ سعيد البس بحسن صابونه وهو يفتش عن حمار صبياني أو قرماني، يستعين به على حمل كراتين التفاح المستوردة من إيران. وبعد ساعة من البحث لم يجد سوى حمير مستوردة من القرن الأفريقي، فصرف النظر عن الحمار وقرر أن يشتري دباب مصنوع في كوريا. أثناء ذلك شعر حسن صابونه بخرمة السيجارة، فانطلق مع رفيقه سعيد البس لشراء 5 كيلو شمة وبردقان المصنوعة في اليمن. نحن بلد اتكالي مستهلك غير منتج، نمتلك أكبر قوة بشرية في المنطقة نستثمرها في الحروب الداخلية، مع أننا لو وجهناها توجيه صحيح ووظفناها توظيف جيد لأكلنا الشهد. فلدينا ساحل طوله 2400 كيلو متر، وسهول زراعية وثروة سياحية. طول الوقت وإحنا نتساءل ليش ما نتطور، ليش ما نتقدم، وإحنا بنعتمد على الآخرين في كل شيء، ما نقدر نصنع حتى مرتق ولا إبرة ولا حتى مفخط كبريت. حتى موروثاتنا التاريخية أصبحت الصين تصنعها، الجنبية صيني والشال سنغافوري، ليش ما نصنع للصيني ولو حتى كوفية؟ ليش هو يصنع لي وأنا مصنع له؟ ليش هو منتج وأنا مستهلك؟ أي إنتاج نتوقعه ونحن نداوم لمجرد الدواء، تجد فيه في إدارة 200 عامل متكدس يستلمون معاشات ولا يجدون عمل ينتجونه. لم يتبقى من الزراعة في هذه البلد إلا مزارع المسؤولين، ولا يوجد من ثرواتنا السمكية إلا السفن العملاقة التي تجرف البحار لتجلب لهم ملايين الدولارات. حتى على مستوى الخدمات الأساسية، ماء وكهرباء وإنترنت وحدائق، فشلنا فشل ذريع. عندك مؤسسة المياه، منذ شهور انقطع ماء المشروع، الكثير من المنازل لا يصلها الماء. ليش؟ قالوا ما فيش ديزل. يا أخي هذه خدمة بمقابل، يعني أنا كمواطن أدفع قيمة ما أستهلكه من ماء، وبالتالي أنت كمؤسسة مياه تتحمل نتيجة عدم التزامك لتوصيل الماء. أيا كانت الأسباب لا دخل لي بها، هذه مؤسسة خدمية وليست حنفية. واحد في الحديقة ماسك الميكروفون وأمامه أسد أبيض، والجماهير محوشين يقتربون لمشاهدته وهو يهتف بالميكروفون ليث أبيض ليث أبيض.
فأخذ الأسد الميكروفون من يد الرجل وهتف لا تصدقوه برص. التمساح مكحل. السلحفة ماسك مسبحة وبتسبح. الزرافة أول ما تقوم من النوم تطلب من الفيل يقرح لها العصبة. الفيل لم يستحمل الجوع فهرب من الحديقة وسار اشترى له مزماء واشتغل في الأعراس فرقة الفيل للأعراس الفني. الصقر يهرب من الحديقة ويطلع يخزن في جبل نقم. ولما يأذن العشاء يربط الكشاف الصيني في جبهته ويطير فيوصل يضرب بعمرة العويشي. ولا يطيب الختام إلا بالصلاة على النبي. استودعكم الله.